في وقت الأزمات والكوارث دايما بيظهر ناس لا عندهم لا ضمير ولا قلب ولا أي حاجة، اسمهم تجار الحرب. أحسن واحد عمل الدور ده كان عزة العلايلي. لو قلت عمله فيلم إيه أديك اللي أنت عايزه. أنا عارف إن الشيخ عصام بيشوفني، والسؤال ليك يا شيخ عصام، عزة العلايلي عمل دور تاجر حرب، لو قلت في فيلم إيه أديك اللي أنت عايزه واللي أنت عايزه قوله. المهم بيظهر تجار الحروب بقى. اللي بيعمله السيسي والعصابة بتاعته ما يقلش عن كده حقيقة، يعني شلة المنتفعين اللي في الجيش يعني، وشركات اللي تشغل معاه. لكن لما توصل ان قناة السويس نفسها بقت هي كمان تجار حروب، تبقى كارثة. بيقولك عاملين مزارع سمكية بنبيع للتجار، والتجار بيتهافتوا على شراء السمك والجمبري بتاعهم. حلو، كلام جميل جدا، لانهم عاملين مزارع سمكية على مساحة 7500 فدان، وده اللي قاله كابتن قبطان ربان لواء أركان حرب فريق أول أسامة ربيع. حقيقي احنا عملنا تطوير كبير جدا في المزارع السمكية، حدثنا الأحواض كلها اللي موجودة في، يعني عندنا حاجة اسمها حوض 21. حوض 21 دي بيحتوي حوالي 1800 فدان، فبيبقى في 1800 فدان. ده احنا بنتكلم في إنتاجية كبيرة، 7500 فدان المزرعة كلها. بنتكلم على كل حوض، عندنا حوض 21. عارف الإشاعات مش رحمة. يعني هو دلوقتي يعني دلوقتي بنبيع الجمبري بقى. يعني دلوقتي موسم الجمبري، يعني بنبيع جمبري متميز موجود في المزارع عندنا. ومش عايز أقول لك بتتهافت عليه التجار، بتتهافت عليه لكن احنا بنطلع أساسا إنتاجنا أكتر في السويس والإسماعيلية وبورسعيد برضه. سواء كان السمك اللي هو الدنيس أو السمك البوري والبلطي. ما كانش عندنا بوري بورتو، وكان الرئيس وجه ان لا ده برضو اكل اللي هو الشعبيه فلازم موجود. عملنا ده تحط كتير جدا استزراع للبولتي والبوري والدنيس واللوط، كل ده بيشتغل وبيشتغل ونطلع منه في المدن بتاعتنا، وبندي كمان للتجار. حلو قوي. طب لما انتوا بتنتجوا الكميات، انا مش هشكك فيك يا كابتن اسامه، لما انت بتنتج الكميات الرهيبه دي من اسماك، ليه السمك مش رخيص؟ ليه يوصل سعر البلطي ل 100 جنيه تقريبا زي ما ذكرت صحيفه المال؟ القاروص 165 جنيه، البلطي ما بين 85 و 95 جنيه. ليه لما انت عندك كل الكميات دي؟ لما انت بتقول يعني الغلبان عشان ياكل اكله سمك هو وعياله عايز مش اقل من 250 جنيه؟ ما ليه هيجيب كيلو على الأقل من 85 ل 95. الكيلو ده ممكن يطلع 3 وحدات مثلا، 4 وحدات، 4 سمكات ممكن يعني. وبعدين يجيب بصل ب 35 جنيه الكيلو، وطماطم مش عارف بكام الكيلو. اهو انا هقولها لك، يعني لما يعمل طبق سلطة او يعمل طاجن يعني في طماطم وبصل، البصل ما بين 30 و 20، يعني 20 و 30، الطماطم قصدي، البصل ما بين 30 ل 35، شوية خيار، الخيار ما اعرفش بقى بكام. بمناسبة البصل، على فكرة في حد بعد بيقول لي المزارع كلها مقفولة لأن المية خارج صرف زراعي مأكسد. يعني الكلام اللي بيقوله الأستاذ سليمان وهدان، الأستاذ أسامة ربيع، كذب، لأنه حد من الإسماعيلية يعني بيقول لي المية، أو من السويس بيقول لي المية المزارع دي المية فيها أسمدة ملوثة لأنها فيها صرف صحي، فيها سماد مأكسد. يعني كذب، عرفت؟ ما هي بسؤال، لما أنت عندك السمك بالكميات دي، ده لو نزل السوق هتبقى الكيلو بخمسة جنيه، ما بالعقل بالمنطق. انت بتقول الكميات الرهيبه دي، فين الكميات دي؟ لو الكميات اللي هو قالها دي نزلت السوق هيبقى السمك ارخص من الطماطم. طب ما بينزلش ليه؟ لانه بالعقل كده بيقول لك المزارع كلها مقفوله لان الميه خارج صرف صحي مأكسد، المياه خارج صرف زراعي مأكسد، يعني الميه فيها اسمده ملوثة وفي صرف صحي، في سماد مأكسد. والله المعلومة جاتني من جنب القناة، منطق. بمناسبة بقى البصل، اللي بقى الحكومة طلعت تصريح عنتري من يومين، قالت هنوقف تصدير البصل للخارج عشان أسعاره تقل في السوق. هوب، مفيش يا معلم، طلع حنفي. فاكر حنفي في فيلم ابن حميدو؟
راحت لحسه كلامها زي بيقول موقع موقع ايه ده يا جماعه؟ مدى مصر. الصناعه تتراجع عن التطبيق الفوري لحظر تصدير البصل ومصادر تاثيره محدوده على الاسعار. امال كنتوا فاتحين صدركم على ايه يعني من الاول لما انتوا مش تعرفوا تنفذوا القرار؟ ليه تخدعوا الناس؟ ليه توهموهم ان كنتوا حاسين بيهم وتحركتوا عشان توقفوا الارتفاع الجنوني في سعر البصل؟ اهو مجلس الوزراء ايقاف تصدير البصل لمده 3 اشهر لضبط الاسواق. حلو قوي ضبط الاسعار. هوب ما فيش يومين راحوا ملاحسين القرار. او يعني هو نفس الحكومه دي اللي بتضحك على الشعب وتخدعه، هي هي اللي ضحكت عليه مع السيسي ب 500 جنيه زياده في المرتب. فاكر لما قال لك السيسي هنزود المرتبات وبتاع؟ لكن الغلاء الحقيقه بص، الغلاء يلتهم زياده اجور المصريين، تضاعف سعر الطماطم وندره البطاطس. مش بس البصل بقى والطماطم والحاجات دي، ده الاسعار بقت نار في كل حاجه. لكن تتخيل ان سعر سلعه استراتيجيه زي السكر اللي هو مفيش بيت يخلى منه بقى ب 40 جنيه. ب 40 جنيه كيلو السكر. كيلو السكر ب 40 جنيه. حد بيقول لي الجمبري ب 890 جنيه. يعني الواحد يبيع كليته عشان يجيب اكل السمك. المحشي اللي كان الناس بتقول ارخص اكل بقى عشان تعمل لعيله اكله محشي بس بدنجان وفلفل وكوسه وورق عنب ورز وبصل وطماطم 250 جنيه من غير لحمه. السكر عدى ال 40 جنيه بيه. يا دبدوب. لا الراجل لا شايف ولا حاسس بالغ. على فكره الاسعار دي هتزيد اكتر. هقول لك ليه؟ ما هو سد النهضه مفيش ميه. مفيش ميه، مش بس مفيش ميه تشرب ولا تستحمى. لا مفيش ميه يعني مفيش زرعه. يعني اللي كنت بتزرعه السنه دي مش هتزرعه السنه الجايه. واللي هتزرعه السنه الجايه مش هتزرعه السنه اللي بعدها. لانه مفيش ميه. ولو زرعت تزرع بميه صرف صحي. اللي هي زي ما حد بيقول لي كده ما اكسده. الراجل ولا حاسس ولا بيسمع صرخات الناس. والصرخات منتشره على السوشيال ميديا. والكل بيقول له حرام ارحمنا، مش قادرين، مش قادرين نستحمل، كفايه كباري، كفايه. اسمع يا دبدوب اسمع. صباح الخير يا سيد الرئيس. يعني انت ايه حاجه كده ممكن تبني الطرق والكباري ومدينه العالمين؟ معدات حضرتك فرمت الشعب، هرستنا حرفيا، هرستنا. احنا دلوقتي حرفيا الاكل والشرب ما بقيناش عارفين نجيبه. الاكل والشرب اللي احنا الحاجة الوحيدة اللي احنا عايشين عليها بس عشان نقدر نتنفس ونعيش حياتنا بس كده هي الاكل والشرب. الراجل ما تقف قدام ربنا يوم القيامة كده يوم الحساب هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له انا هتقول له يا رب انا كنت بعملها بلد مرفهة؟ هتقول له انا ظلمت كام بني ادم؟ هتقول له كل يوم كام مليون بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل عشان مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يشربوا، مش لاقيين يعلموا عيالهم، مش لاقيين يتعالجوا؟ هتقول له ايه؟ انت بتنام على مخدتك ازاي؟ سيد الرئيس، حضرات الساده المشاهدين، شابو، عرفت الجوانا، عرفت الدلانا، وعرفت الخزوانا. يا فندم احنا متشكرين قوي يعني جدا، احنا منبهرين بالتطورات للطرق اللي حضرتك بتعملها للعاصمه الاداريه الجديده المبلوره دي جميلة، للجامعة اللي مقفول ومحدش بيدخله فتح العليم يا رزايا كريمة على السكر. يا باشا دي الشكاحة دي هستعمل بصلها بعد الشهر عشان افوقك بيها لما ان شاء الله تاخد بقى علافات من الناس، عشان كده بقى كتير كتير اوفر. عشان اكل طوب، عشان اكل كباري، عشان اكل طرق، عشان اكل الحاجات دي يا ريس ارحمنا. صغير قد كده حضرتك سيادة الرئيس، حضرتك كنت بتبني الكباري تقريبا بالمعدات ونسيت ان في شعب اتدست عليه. احنا كانت ابسط حقوقنا بندور على رفاهيه نطلع يومين اسكندريه، مش هقول لحضرتك احنا نطلع الساحل، الساحل الشرير والكلام ده كله مش بتاعنا، مش بتاع الطبقه بتاعتنا. يومين اسكندريه دلوقتي دي بقت من المحرمات حضرتك، ما بقيناش عارفين، مش لاقيينها. احنا علشان نعيش وناكل ونشرب بنسال نفسينا معانا كام؟
اللي معاه عيل واتنين عشان يعلمه بكره مش لاقي يعلمه. مفيش حضرتك هيقول لي بنخرج من المدرسه اشتغل واصرف على نفسك. ترجعنا لورا ايام الجاهليه ايام ما كان الناس تقول لك اللي اتعلم واللي علم ابنه ده ابن باشا وابن بيه. احنا واصلين لمرحله وحشه قوي. بكره هنسرق بعض وعيني عينك والدنيا هتبقى كده. انت اللي بتوصلنا انت بتصعب الجواز علينا. عشان اتجوز دلوقتي عشان اجيب ثلاجه وغساله وبوتاجاز معديه 70,000 جنيه والفئه الغلبانه الشقيانه التعبانه اللي شغاله باليوميه اللي يوميتها 100 جنيه لا هتعرف تجيب زيت ولا سمنه ولا سكر ولا اكل ولا رز ولا خضار ولا اي حاجه مش موجوده. الفئه دي مش موجوده. انا نفسي من بدري اطلع اقول يا جدعان ارحمونا ارحمونا ارحمونا. والله العظيم بجد انا ماشي اكلم نفسي. المفروض والمطلوب لما تقعد مع اي حد يقول لك سيب البلد وامشي. انا مش عايزه اسيب البلد وامشي. يعني احنا لا عارفين نعيش لا عارفين نلبس لا عارفين ناكل لا عارفين نشرب لا عارفين نتجوز لا عارفين نخلف ولاد لان جيس وقت مش عارفين هنصرف عليهم منين مش عارفين نعمل حاجه. الاساسيات بتاعت العيشه ما بقتش موجوده. حد عنده حلول ولا احنا خلاص كده؟ حابين تعملوا عباده جماعيه وتريحونا؟ والله ما حابب اللي على قلبنا. لكن المد البطيء اللي انتوا بتموتونا بيه ده ما يرضيش ربنا. احنا لو عايشين مع يهود مش هيعملوا فينا كده. لما كل يوم الحاجه ليها سعر عشان بس تجيب كتاب خارجي لك بقى 250 و300 عشان تاكلوا بطاطس ومكرونه بتصرف 100 جنيه ايه لغايه فين؟ وطبعا لازم عباس كامل اللي عمال يرشي خلق الله بدولارات وذهب لازم يعمل تحليل للفيديوهات اللي بيشوفها انه دول اولا بنات ثانيا شباب صغير يعني بنات صغيرين في السن يعني تحت الـ30 ثالثا شكلهم كده مش الناس اللي واقعه يعني انا معتذر يعني مش الناس اللي هي الغلابه يا رب والحلاء ده واضع ان هم كانوا عايشين في مستوى وقع منه او يعني وقعوا من المستوى ده. لازم عباس كامل يعيش يا عباس عباس التقارير لازم تقول للراجل كده ان دول خطر. ليه بقى خطر؟ لانه اخر احصائيه عملها الجهاز المركزي للمحاسبه للاحصاء قال ان دول يمثلوا 65% من الطبقات الشعب المصري. هو يعني حوالي كده. هات كده معلش يا دبدوب كده خش كده شوف اخر كلام للجهاز المركزي للاحصاء قال سكان مصر عدده كام ونسبة الشباب فيه كام. هتلاقي النسبة دي هي الأكبر. فلما بنات يعني دي مش مطلوب منها تروح تجيب شبكة ولا مطلوب منها لازم تشتغل ولا مطلوب منها تجيب شقة. دول البنات بقى فبالك بالرجالة. خلاص يعني تخيل دول اللي بيصرخوا اللي هي دي اللي المفروض يجي لها عريس معاه شبكه ومعاه وظيفه ومعاه شقه ومعاه فرش الى حد ما الى حسب قدرته يعني. فلما دول البنات دول بيصرخوا الشباب يعملوا ايه بقى؟ بيعملوا ايه الشباب دلوقتي؟ اللي هم بيمثلوا طبقا لكلام ابو بكر الجندي رئيس الجهاز الاحصاء دول بيمثلوا اكبر. هات كده ايوه عشان بس ما اقولش رقم اتحاسب عليه. 26% من المصريين من الشباب 26 بيمثلوا 26% حسب كان ده يوم ايه 16 مايو 23 ما بين 15 سنه و 29 26% من الشعب المصري من دول كتير. دول هيطلعوا ياكلوك يمصمصوك والله لان دول ودول البنات. فالمواطن مش هيعرف يصبر لغايه ما السيسي يبني الجمهوريه الجديده والعاصمه الاداريه. كل ده كلام ده مخدرات وعالمين والحاجات دي وانتوا مش هتعيشوا فيها. لكن ايه المشكله ان يموت كام مليون واحد من الجوع عشان هو يعيش ويبني كباري وقصور ويشتري طيارات بنص مليار اللي يدفع ثمن كل ده المواطن اللي بيحب السيسي يعني واللي بيكره خلاص هو حر. شوف الفنان ده الشهير بحسن أنبوبة بيقول بقى انت بعيني من زمان كل اهل منطقتي كل اهل حتتي او الناس اللي انا اصحابي وزمايلي عارفين ان انا طول عمري مؤيد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسنده من اول ما جه لغايه وقتنا هذا. بس اللي بيحصل فينا الجديد ده يخلي يعني ما ينفعش ان الواحد يسكت او الواحد يقول لا اعدي لا ماشي الدنيا لا اللي بيحصل فينا من دول حرام بجد. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انا ياما اتخانقت مع ناس لمجرد ان هم بس يقولوا عليك كلمه. بس يا ريس اللي بيحصل فينا اليومين دول يا ريس او في الايام ديت ما يرضيش ربنا.
ما بديش ربنا رئيس لما انزل السوق عشان اجيب شويه خضار رئيس ابقى عايز اعمل جمعيه عشان اجيب شويه خضار. البصل البصل اللي ما كانش له ثمن بقى ب 25 جنيه يا ريس، تجيب العيش بقى ب 2 جنيه يا ريس قد كده لقمه حرام، لقطه ب 20 جنيه حرام حرام. واللي زاد وغطى يعني التعليم، التعليم يا ريس، التعليم يا ريس دلوقتي بقى بالفلوس، معاك فلوس تتعلم ما عادش ما يلزمكش. مفيش حاجه، في حاجه اسمها تعليم مجاني يا ريس ولا مدارس مجانيه، مستشفيات والعلاج يا ريس، تخش المستشفى ما عادش تموت، حضور مو في اي حته. احنا نروح فين يا ريس؟ احنا غلابه نروح فين؟ نروح فين يا ريس؟ المفروض يعني ما في سيطره، سيادتك تسيطر على الدنيا دي كلها يا ريس، كل مؤسسات الدوله تحت قياده سيادتك، المفروض ان سيادتك تسيطر على الدنيا. احنا يا ريس بقينا متسلمين لتجار بتذبحنا، كل حاجه معاك تاكل، ما معكش ما تاكلش تموت من جوع، اللي عنده عيال يربيهم ازاي يا ريس؟ مشاريع جباره ومشاريع عملاقه يا ريس، واحنا مش مستفيدين منها حاجه. انا مواطن اهو مصري مش مستفيد من المشاريع دي حاجه يا ريس. يعني يا ريس كام مليون فدان اتزرعوا والبصل ب 25 جنيه، انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. طرق وكباري جديده ماشي مشكوره سيادتك عملتها، الكبار يعدوا عليها يا ريس، احنا ما عندناش حاجه يا ريس، عايزين ناكل ونشرب. مين يا ريس مسؤول يا ريس عن المكاتب اللي اتفتحت وغزت مصر كلها للقروض يا ريس ومص دم الشعب؟ مين المسؤول عنها يا ريس؟ مين؟ مين يا ريس؟ كلنا ابتلينا بالبلد ده، مين اللي مسؤول عن الكلام دوت؟ انا عايز اعرف، انا تعبت، انا يا بني ادم تعبت، عندي عيال مش عارف اربي عيالي ومش عارف اعمل حاجه حرام يا ريس، مش عارف لا اسرق ولا ابيع مخدرات ولا اعمل اي حاجه من الكلام ده كله يا ريس، تعبنا احنا، تعبنا يا ريس. انا يعني مش عارف، وده لسان حال الشعب كله مش لسان حالي انا بس، يعني انا بقول الكلام دوت ربنا سبحانه وتعالى اعلم، والناس اللي بتتفرج عليا عارفين ان انا كنت من اشد الناس المؤيدين لسيادتك، لكن اللي بيحصل فينا ده يا ريس ملوش ربنا، ما ينفعش. احنا تعبنا، انا بالاصل عن نفسي انا تعبت، انا الانتخابات الجايه مش هدي سيادتك صوتي، مش هيحصل. انا طالب شهادتكم، هل الراجل ده غلط في السيسي؟ قال لفظ خارج عن السيسي؟ قال اي حاجه يتحاكم عليها؟ ايه ما رايك ان الراجل ده بعد الفيديو ده اتمسك؟ ايه رايك؟ ايه رايك ان حسن انبوبه ده اللي ساكن في مسترد ده بعد الفيديو ده اتمسك؟ وده اللي قالته الشبكه المصريه لحقوق الانسان، مش انا اللي قلته. بتقول الشبكه المصريه لحقوق الانسان لانتقاده الاوضاع المعيشيه بفيديو مصور، الامن المصري يعتقل مواطنا مؤيدا للسيسي ويخفيه قسرا للأسبوع الثاني. أرسلت الشبكة المصرية اعتقال الأمن المصري للمواطن حسين محمد حسين الشهير بحسين أنبوبة، فنان مسرحي ويعمل بالأعمال الحرة ويقطن مسترد بشبرا الخيمة اليوبية، وذلك بعد يوم واحد من نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك يوم 13 سبتمبر الماضي، يشكو خلاله من غلاء الأسعار وعدم قدرته على تلبية مطالب الحياة اليومية. أعرب المواطن الذي جرى اعتقاله بالمخالفة للمادة 65 من الدستور عن خيبة أمله في عبد الفتاح السيسي وسياساته التي أصابت المواطن المصري بالعوز وأدت إلى عدم مقدرته على تلبية مطالب أسرته اليومية، مؤكدا أنه كان من مؤيد السيسي وأنه نادم على انتخابه من قبل ولن يختاره مرة أخرى. وفي خضون ذلك ألقت أجهزة الأمن القبض على المواطن صاحب مقطع الفيديو، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن بالمخالفة للدستور والقانون. الشبكة تطالب السلطات الأمنية المصرية بالكشف عن مكان الأستاذ حسين وسرعة إخلاء سبيله والتوقف عن ملاحقة المواطنين والقبض عليهم بسبب التعبير عن آرائهم والشكوى. عشان بس اللي بيقول لك روح عارض من جوه، عشان بس اللي بيقول لك انزل اترشح قدام السيسي، ده مش قادر يستحمل جملتين من واحد مواطن ما قالش حاجه. يعني الراجل ما غلطش غلطه واحده، لم يتجاوز، انما غلط في حاجه واحده بس. لا سيبك من الفاصل بقى، غلط في حاجه واحده بقى، غلط في ان هو جاب سيره اغنياء الحرب.
تجار الحرب. بالمناسبة الشيخ عصام ما عرفش اسم الفيلم، عزة العليلي عمل دور غني حرب. هو في فيلم اسمه غني حرب، بس هو عمل عزة العليلي عمل دور غني حرب في فيلم اسكندرية ليه. في فيلم اسكندرية ليه في اخر مشهد خالص، محسن محي الدين مسافر ورايح عند المينا يركب البخرة، في مشهد رائع جدا جدا، وابوه وقواته جايين يوصلوه، وعزة العليلي بينزل لابس بدلة بيضة بعد ما كان معفن في الفيلم، يعني مش قصدي بره يعني، وكان ملوش لازمة، جايب عربية جيب ولابس بدلة بيضة ويقول لهم أي خدمة بوقت أنا مش عارف إيه وأوصلكم وبتاع، والمليجي بيرمي كلمة كده، كان اكتسب من الحرب العالمية التانية، ده كان دوره يعني. وبيطلع محسن محي الدين المركب ويعمل المليجي مشهد عبقري جدا، مشهد يبكي القلوب، لما بيقول لابنه وهو طالع المركب انا هشاور لك بالجامد قوي كده عشان تعرفني،